أعلن وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة العاشر من محرم عبد الأمير الشمري نجاح الخطة الخاصة بهذه المناسبة، وذلك بعد أن أحيت حشود غفيرة مراسيم الزيارة كافة في محافظة كربلاء وصولا إلى ركضة طويريجي إذانا بانتهاء مراسم ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. هذا وجرت الشعائر الدينية وسط استنفار أمني شامل وجهود صحية وخدمية استثنائية شملت أغلب المحافظات العراقية. وأعلن قسم الشعائر والمواكب الحسينية مشاركة أكثر من 200 موكب عزاء في إحياء مراسم الأيام العشر الأولى من شهر محرم الحرام. هذا وأعلنت محافظة كربلاء استقبال ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه. كل الأبطال اللي شاركوا في تأمين زيارة العاشر المحرم جهود واضحة، بارك الله بكم أبطال، نفذتوا الخطة بأدق التفاصيل وكنتم خير من يمثل قوات الأمنية، جزاكم الله خير الجزاء. أرجو الاستمرار بنفس الهمة لحين خروج آخر زائر من محافظة كربلاء، جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم، وأشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الزيارة.